السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بشركة نيوم بتعلن عن توفر عدة وظائف. إن شاء الله هنتعلم في الفيديو ده طريقة التقديم على هذه الوظائف، التسجيل على شركة نيوم للالتحاق بأي وظيفة تأتي في المستقبل. في البداية هنعرف ازاي طريقة التسجيل، بعد كده هنعرف الوظائف المطلوبة في شركة نيوم. اول شيء تذهب الى الصفحة الرئيسية الى شركة نيوم، سوف تجد الوظائف بهذا الشكل. اذا وجدتها باللغة الانجليزية تستطيع ترجمتها الى اللغة العربية، تقوم بالضغط على ترجمة الى اللغة العربية. انا قمت بترجمتها فاصبحت باللغة العربية. هذه هي الوظائف، تستطيع التنقل بين الصفحات، اختيار الوظيفة المناسبة لك. ونفترض هذه الوظيفة ترجمة إلى اللغة العربية. لو افترضنا هذه الوظيفة مثلا، نقوم بالضغط عليها، سوف يعرض لنا متطلبات الوظيفة، مسؤوليات الوظيفة، والمهارات المطلوبة لهذه الوظيفة، وفوائد هذه الوظيفة، مميزاتها. نقوم بالضغط على قدم طلب الآن، يفتح معنا هذه الصفحة، يطلب منك هنا عنوان البريد الإلكتروني، ثم كلمة المرور، ثم تسجيل الدخول. هذا بالنسبة لأي واحد قام بالتسجيل على شركة نيوم، يكون لديه بريد إلكتروني وكلمة مرور يستطيع الدخول عليه. طيب، نسيت كلمة المرور، تضغط هنا. إذا كان لم يكن لديك حساب أصلا على شركة نيوم وتريد إنشاء حساب جديد، تضغط على قم بإنشاء حساب جديد عشان تستطيع الدخول على صفحة الوظائف والتقديم في الوظائف وأي وظيفة في المستقبل. قم بإنشاء حساب جديد، هيفتح معنا هذه الصفحة. أول حاجة عنوان البريد الإلكتروني، نقوم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني، ثم إعادة عنوان البريد الإلكتروني، ثم هنا أختار كلمة المرور، وهنا يعطينا مواصفات كلمة المرور. كلمة المرور لا تقل عن 8 أحرف، لا تزيد عن 18 حرف، تحتوي على حرف كبير واحد على الأقل وحرف صغير واحد على الأقل. يجب أن تحتوي على كلمة مرور على رقم واحد على الأقل أو حرف ترقيم. يجب ألا تحتوي كلمة المرور على مسافة أو حرف. تمام، هنا إعادة كلمة المرور، ثم اسم الأول، ثم اسم العائلة، ثم هنا إذا أردت تلقي إشعارات بخصوص الوظائف تضع علامة صح، ثم تضغط على أنا لست روبوت، ثم إنشاء حساب. عند الضغط على إنشاء حساب سوف يرسل لك رسالة إلى البريد الإلكتروني الذي قمت بوضعه هنا لتفعيل الحساب. تذهب إلى البريد الإلكتروني وتقوم بالضغط على الرسالة التي جاءت لك وتفعيل الحساب. بعد ذلك تأتي لك هذه الصفحة بأنك قمت بإنشاء حساب، ولابد من تفعيله بالذهاب إلى الإيميل الخاص بك. بعد ما تقوم بتفعيله سوف تفتح معك هذه الصفحة الخاصة بالتقديم على الوظيفة التي اخترتها. هذا هو شكل الصفحة. هنا تحميل السيرة الذاتية، تقوم بالضغط هنا وتقوم بتحميل السيرة الذاتية الخاصة بك. السيرة الذاتية المطلوبة لازم تكون بصيغة البي دي اف او دي او سي اكس او وورد، يعني البي دي اف او الوورد. اما البي بي تي، الباوربوينت والاكس ال اس غير مطلوبة. الحاجة الثانية، اذا كان عندك مستندات اضافية تقوم بتحميلها. الهوية الوطنية تقوم بتحويلها تحميلها. المرحلة الثانية، معلومات الملف الشخصي، الاسم الأول، الاسم الثاني، الكنية، الاسم المفضل، الاسم الأوسط، ثم حالة اجتماعية، الجنس، مكان الميلاد، بلد الميلاد، تاريخ الميلاد، الهاتف الرئيسي، الرقم الدولي. سوف تجد العنوان البريد الإلكتروني المسجل الذي قمت بتسجيله. هل أنت سعودي؟ الجنسية، بلد الإقامة، في أي بريد، في أي بلد أو منطقة تعيش في المملكة، ما موقعك الحالي، ما هو أعلى مستوى تعليم لك، ما هي سنوات الخبرة لديك. تقوم بإكمال هذه البيانات جميعها. البيانات التي أمامها نقطة حمراء دي إلزامية. المعلومات الخاصة بالوظيفة، هنا أحدث وظيفة، اسم الشركة، تاريخ البدء، بلد صاحب العمل، تاريخ الانتهاء، مسمى وظيفة. ثم بعد ذلك إذا كان لديك وظيفة أخرى تضغط هنا وإضافة واحدة أخرى. على مستوى تعليمي، المستوى التعليمي، في الجامعة والمدرسة، الدولة، على تعليم المدينة، مجال العمل، نظام الدرجات. إذا كان لديك أخرى تضغط هنا وأضيف لك أخرى.
بعد ذلك الشهادات والتراخيص، ثم تضارب المصالح. إذا كانت إجابة نعم يرجى الاسم والوظيفة. هل لديك أي أقارب موظفون في نيوم بما في ذلك الأقارب للزواج؟ تضغط بنعم أو لا. ثم إذا أردت عرض الصفحة الرئيسية الخاصة بك بعد استكمال جميع البيانات تقوم بعرض الصفحة الشخصية الخاصة بك. بعد الانتهاء من كتابة جميع البيانات تقوم بالضغط على حفظ لحفظ البيانات والتقديم في الوظيفة التي قمت باختيارها. هذه هي طريقة الضغط. ما مجالات العمل المطلوبة؟ طبعا مشروع نيوم بيطلب وظائف متعددة، بيعرض وظائف متعددة رجال ونساء وفقا للتفاصيل. مجالات العمل: وظائف إدارية، مالية، قانونية، وظائف هندسية، فنية، تقنية، وظائف أخرى متعددة. مسميات: خبير امتثال أول، مدير العمل المناخي، أخصائي دعم الطاقة، مدير الهندسة، مدير تخطيط الأصول، مهندس تخطيط أنظمة الطاقة، خبير الموارد المستدامة وسلسلة الإمداد، مدرس الرياضيات، أخصائي رئيس البنية التحتية للمطار، مدير العقارات، مهندس رئيس البيانات والاتصالات وأنظمة الإنترنت، محلل التقنية الرقمية، مدير تصميم المباني المستدامة، مدير الشؤون المالية، مدير التعليم والتطوير، رئيس علاقات الطيور، مدير التوظيف، مهندس الحلول الرقمية، محلل تحليلات البيانات والحوكمة، مدير السياسة والتخطيط، مدير أول التنظيم، مدير الأعمال، مدير وسائل الإعلام الاجتماعي، مدير خدمات التعلم، مستشار المدرسة، مدير التخطيط والمخزون، مسؤول التوثيق والمطالبات، رئيس تخطيط الموارد، مدير التوظيف والقبول الطلاب، مخطط الشحن العام، محلل مالي لمنتجع عقارية، مدير تنسيق السوق وتطوير، أخصائي تصميم حلول لوجستية، مهندس صناعي سلسلة التوريد، مسؤول تنفيذ CRM ودعم العملاء، أخصائي هندسي، مدير التمييز التشغيلي والجودة والأداء، أخصائي تكامل تكنولوجيا التعليم، أخصائي أول العقود التجارية، مسؤول تسجيل الأراضي، مدير أول عمليات الملكية الفكرية، أخصائي تطوير أعمال، ساعد تنفيذي، مدير اتصالات، مهندس تصميم ميكانيكي، مهندس كهرباء أول، أخصائي رئيس تجربة العملاء، أخصائي نظم المعلومات الجغرافية، أخصائي أول مشروع الأوفيس، مدير المشروع، مدير استراتيجية ومنتجة مالية. الامتيازات في هذه الوظائف: رواتب ومكافآت تنافسية، سكن ونقل جماعي ونقل مجاني، خدمات التدبير المنزلي مجانا، رحلتان في الشهر ذهابا وإيابا محليا بدل سفر سنوي، وجبات مجانية فطور وغداء وعشاء، تحمل تكاليف التعليم بحد 60,000 ريال لكل طفل حتى 3 أطفال، مكافآت سنوية من 20% إلى 30% على أساس الأداء، خطة حوافز طويلة الأجل، التأمين الطبي VVIP، تغطية صحية للموظفين وعائلاتهم يشمل الوالدين، الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة، العمل عن بعد لمدة 24 يوم سنويا. أتمنى طبعا للجميع التوفيق. احنا وضحنا في البداية طريقة التقديم على وظيفة، وانت تستطيع بنفس الطريقة التقديم على أي وظيفة تتناسب معك. التوفيق للجميع. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.